أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية لتغذية الأطفال بمشاركة أشكوفية الخدمات العامة والاجتماعية، وذلك بإحدى الحضانات بمنطقة كبر الناموس بالإسكندرية. وتشمل الفعالية تطوير مهارات الأطفال الحركية والعقلية والعمل على تحفيز خيال الأطفال وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في إيجاد حلول للمشكلات، إلى جانب إجراء تحاليل طبية للاطمئنان على صحة الأطفال بصفة دورية، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة المختلفة.